مشاهد من العصور الوسطى تلخص عقدين من الفساد والإهمال وانعدام الخدمات الأساسية في محافظة بابل، وتحديداً في منطقة حي النور. أكوام النفايات تتكدس هنا وهناك، وتشكل مع المياه الملوثة بؤراً لانتشار الأمراض والأوبئة في صفوف سكان الحي، لتكون هذه اللقطات شاخصة أمام أنظار مديرية بلدية الحلة. بالنسبة للخدمات صفر صفر صفر، ما جت بلدية افتريت وما جت هذا بزيد، شنو بزيد؟ احنا وين؟ توجيهات رئيس الوزراء ان تطلع لجان ان تطلع شيشو، وينهم؟ هذا بزل كله مياه ثقيله، امراض، هذا امراض، امراض مو بس يعم على هاي قدام البيوت، هذا يعم اذا تريد تحسبها على هاي المنطقه كلها والمنطقه المجاوره. هاي المنطقه من 87 انبنت لحد هالساعه، لا بها تبليط، لا بها مجاري، الله بدالك، امراض سرطانيه، ضربونا بالعنقودي مال الاحتلال الامريكي، ناس كلها صقاط. صار لنا 20 سنه نعاني، لا مجاري، لا تبليط، لا خدمات، وأتحدى أي محافظ من المحافظين اللي استلموا من السقوط لليوم محافظ المحافظين يقول أنا سويت مشروع على هاي المنطقة وهي مركز مدينة. انعدام الخدمات الأساسية ليس المشكلة الوحيدة في حي النور، فالبطالة تؤرق شباب المنطقة الذين عبروا عن سخطهم من إهمال دائرة الرعاية الاجتماعية حقوقهم المالية واعتمادها مبدأ المحسوبية. كل سنة أقدم ما جاي يطلع راتب، وقاعد إيجار، وحالتي تعبانة حيل، معدل أطفال اثنين، كفيلك الله والحسين، وهاي صار اليوم 12 سنة أقدم، شوف هاي إيدي، ما خليت مكان ما قدمت به، حتى البغداد رحت. ناس تعبانة، ناس أمورها حيل منتهية، يعني ناس تجاوز، أرض ما عندها، رواتب ما عندها، الرعاية الاجتماعية نقول يابا نطلعهم نجي اثنين ثلاثة يطونهم أموالاتهم، العرف يمشونه، الفقير يقعدونه. منطقة حي النور نموذج شاخص على تدهور الوضع المعيشي والخدمي في بابل، والذي لم تحرك له الحكومة ساكناً رغم المناشدات المستمرة لإنقاذ الحي وسكانه من وضع معيشي سيء جداً.